فمع منزلة من منازل الإيمان وهي منزلة الصدق. تحدثنا عن شيء يشبهها، لكن بحول الله نؤكد أن الكلام حول الصدق ولو استغرق ما استغرق من العمر فإن العبد ما يزال في حاجة إليه ما دام سائرا إلى ربه يعبده ويجتهد في طريقه إليه. وكلامنا عن الصدق ها هنا ليس بالمعنى العام، ولكنه بمعنى المقام الإيماني والمنزلة الإيمانية. ذلك أن الصدق ما هو معلوم الذي هو ضد الكذب، فهذا أمر محرم، أي الكذب أمر محرم شرعا. ومن كذب في أموره العامة، هذا معروف للناس أجمعين، من المعلوم من الدين بالضرورة، من كذب في الأمور العامة وثبت عنه ذلك فإن عدالته تسقط ولا تقبل له شهادة، لأنه من الكاذبين، وإنما الشهادة شهادة الصادق. فلذلك كثير من الناس مع الأسف يسترزق ويطرق باب رزقه ورزقه ثابت مقدر لا يزيد ولا ينقص، وإنما يوسوس له الشيطان في أن الرزق سينفلت منه ويضيع إن لم يكذب في سلعته أو في تجارته أو في وثائقه أو في أي أمر من الأمور. ولذلك كثيرا ما يغر الشيطان الإنسان فيكذب في أمره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام شديدا فيما يتعلق بالكذب، كان لا يقبل أن يجد ذلك في أهله ولا في خدمه ولو على سبيل المزاح وخير الضحك، كان لا يقبله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أنه إذا وجد من بعض أهله كذبة أعرض عنه حتى يحدث توبة، يعني أنه إلا مشي ينضبط عليه الصلاة والسلام واحد في الخدم أو في الأهل كذب شي كذبة ولو كانت يعني بسيطة، وليس في الكذب بسيط، يعرض عنه يعني كيعاده يبقاش يكلمه، أعرض عنه حتى يحدث توبة، أي حتى يتوب ذلك الذي أحدث كذبته تلك فينقلب منها إلى التوبة أي إلى الصدق، ويعاهد الله عز وجل أن يكون بعد ذلك من الصادقين. الكلام اليوم ليس عن هذا المعنى، بل عن معنى أدق منه قلت، وهو منزلة الصدق أو مقام الصدق، وهو الصدق مع الله جل وعلا في السير إليه سبحانه وتعالى، وهو المأخوذ من عدد من الآيات والأحاديث الصحيحة، وسأحاول تبيانه شيئا فشيئا عسى أن يتضح المراد ونكون إن شاء الله في عباداتنا من الصادقين. فكاين الصدق الاجتماعي، صدق للإنسان كي يمارسه في المجتمع مع الأهل ومع التجارة ومع الأحوال ومع العمل دياله، هذا شكل، ذلك هو الحد الأدنى المطلوب من المؤمن، ولا يجوز له أن ينزل عنه، يعني هذاك الصدق اللي هو معروف عند الناس ما خص شيء المسلم ينزل منه ويتعرف بأنه كذاب، هذا لا يجوز في حقه. لكن نريد قلت أن نتحدث عن معنى أرقى، واحد المعنى عالي رفيع، صدق أعلى من هذا الصدق، لأن هذا الصدق الأول واجب على كل مؤمن، واجب وليس بالجائز وحسب أو المندوب، بل واجب، وأن من كذب فإنه آنئذ يتحمل إثما ويبوء به. الصدق الخاص هو الصدق في العبادة، أنت تصلي هل تصدق الله في صلاتك؟ أنت تصوم هل تصدق الله في صيامك؟ أنت تتصدق هل تصدق الله في صدقتك وفي كل أمرك؟ هذا شأن آخر، وإنما يدرك هذا المعنى بالمجاهدة، يعني الصدق بهذا المعنى ما كيتخذوش الإنسان بقرار، يعني الإنسان كيمكن في الأمور الاجتماعية يكون كذب فكيتوب الله تعالى في الحين يصبح من الصادقين إن عزم التوبة وعقدها فينقلب من الكذب إلى الصدق، يعني في لحظة واحدة يولي صادق. أما صدق العبادة فيحتاج إلى أيام وليال، ويحتاج إلى مجهودات وعمل، يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الهوى، الشيطان يدفع وأنت تدفع، النفس تدفع وأنت تدفع، من أجل أن تكون في عبادتك من الصادقين. وهذا معنى أخص نستشهد له بقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وهذه آية من أدق الآيات في بيان معنى الصدق من حيث هو مقام
إيماني ومنزلة من منازل السير إلى الله عز وجل. نأخذ ذلك كما ذكرت أولا من عبارة الآية نفسها، ثم من آيات أخرى وأحاديث تبين هذا المعنى الخاص الذي على المؤمن فعلا أن يجتهد من أجل أن يرتقي إليه ليكون من السابقين ومن المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. حينما قال المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، معروف في العربية أن من تعني التبعيض، من المؤمنين يعني المؤمنون كثير، كثار المؤمنين، ولكن فصدهم واحد نوع خاص، هم الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الكلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باش يبان لنا المعنى أكثر نذكر سبب نزول هذه الآية كما ذكرت كتب التفسير وكتب الحديث أيضا، وهي نزلت في أقوام منهم أنس بن النضر أو النضر أيضا رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. كان ممن لم يحضر غزوة بدر، يعني أنس هذا عم أنس بن مالك قدر الله أنه ما كانش من الذين حضروا غزوة بدر، ما حضرش معركة بدر مع المسلمين، فحز ذلك في نفسه وتأسف وأصابه الأسى ألا يكون ممن حضر هذا المشهد العظيم المبارك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن معركة بدر معركة شريفة شارك فيها الملائكة، وهي أول غزوة في الإسلام من نوعها، يعني تحول وضع المسلمين فيها على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الجزيرة العربية، على المستوى العالمي من حال إلى حال، لأن الأخبار ولأن الركبان سارت بأخبارها إلى العالمين. فحينما حدث له ذلك أن هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه لما ما حضرش معركة بدر عزم وآل على نفسه لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع، كأنه أقسم وآل على نفسه أنه إذا حضر مرة أخرى معركة من المعارك أو غزوة من الغزوات مع رسول الله فإنه سيبلي فيها البلاء الحسن، وعهد الله عز وجل بهذا الكلام الذي فيه نوعون متضمن لمعنى القسم، فيه نوع من القسم، وهذا أمر صعب جدا. صعب كيف هو صعب؟ ليس فقط لأن القضية هي غزوة وقتال، وقال لو أنه غادي نحضر معركة أخرى رب العالمين غادي يشوف اش غادي ندير في هذه المعركة من جهاد ومن بلاء، ماشي فقط لأنها معركة، بل لأنه عهد، عهد لله عز وجل على أمرين لا يتحكم الإنسان فيه. هذا هو الأمر اللي خاطر فيه وصعب. كيف؟ الخير إقبال وإدبار، والنفس كذلك، أنا وأنت وسائر الناس كل الخليقة البشرية نفسها تتقلب بين إقبال وإدبار، مرة النفس ديالك كطوعك الخير ومرة ما كطوعك شيء الخير، ولست أنت المتحكم في ذلك بل رب العالمين هو الذي يبسط الأنفس ويقبضها، مرة تكون في حالة بسط وانبساط وإقبال على الله ومرة كتكون في حالة انقباض ما عندك استعداد تدير الخير، فأحيانا تجود بكل ما عندك، بعض الأحيان غير في الصدقة العادية البسيطة تيجي واحد كيسعى مرة كتكون نفس ديالك مطلوقة تعطيه داك الشيء اللي تسرق، وبعض الأحيان سنتيم ما كتقدرش تعطيه. ما الفرق بينك وبينك أمس اليوم؟ البارح كنت كريم مزيان ودابا يدك مشلولة ما كتقدرش تمدها الجيب باش تعطي. النفس مش يدك اللي تشلت، النفس كانت أمس في حالة إقبال مفتحة بحال الوردة واليوم منكمشة منقبضة، وهذا وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، يعني مسألة نفسية كتوقع للإنسان وكل الناس كيش لما توقعلوش، وذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الشرة هي هذا التوهج والاشتعال الذي يكون في الشرر المتطاير عن الجمر حينما ينفخ فيه أو عليه بالكير، ملي كتكون داير المجمر في الدار وكتنفخ عليه أو ينفخ عليه الولد كيطير هذاك الجمر الصغير الدشاش شرر كيطير، فحينما يتطاير متوهجا كيطير شاعل مزيان ولكن في ثواني كيبدأ يدبال ويطفى يطفى حتى كيهود، هكذاك النفس ديال بنادم. إن لكل أمر أي شيء كتبدأ بحماس واحد الفرح والنشاط وقوة وحيوية، ولكن واحد المدة
ستمله، يصيبك الملل. إن لكل أمر شرة، انطلاق قوة، ولكن هذه الشرة لا تدوم، ستعقبها فترة، والفترة أيضا تعقبها شرة. الفترة هي الفتور والبرودة والذبول، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفترة، نبه الناس والمسلمين طبعا صفة خاصة من خطورة الفترة. فهو أولا يخبرك أنها تأتي بشكل طبيعي عادي جيك، إنما رد بالك عندها تهبط بك لتحت الصفر. فقد يكون الإنسان في حال يقبل على الله عز وجل بالتدين، وهذا نشاهده خاصة عند الشباب حديثي العهد بتوبة. يجي شباب عاد تابوا لله تعالى، كانوا إما في الخمر أو في الضياع أو في الانقطاع عن الصلاة، ثم يتوبون ويأتون، وترى منهم توهجا وإقبالا عجيبا، عنده رغبة يصوم التطوع ويصلي قيام الليل تطوعا وإلى آخره، له رغبة شديدة في التدين. ولكن بعد واحد المدة تجده قد بارد وضعف. الخطير في الأمر أنه حينما تكون الشرة على قوة تخالف السنة في بعض الأحيان، فإنها تعقوبها فترة على قوة أيضا في النزول تخالف السنة، وذلك والعياذ بالله الانقطاع حينما يترك الإنسان الصلاة. ومثل هذا رأيته وشاهدته في المجتمع مرارا. بقى بعض الشباب أحيانا الدين والصلاة والعبادة، واحد المدة تقلب عليه ما بقاش كيصلي. سببه أنه أقبل في ذلك التوهج بقوة فاق ما كان ينبغي أن ينضبط به من التوازن والاعتدال. والتطرف لا يلد إلا تطرفا، تطرف الواحد جي غادي يعطي واحد تطرف جي أخرى أحب أمكانه. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطورة ما يعقب الشرة من الفتور، فقال: من كانت فترته إلى سنتي. وما سنته عليه الصلاة والسلام؟ سنته حفظ الحد الأدنى من التدين. ما خشي الإنسان يترك الحد الأدنى. كان عليه الصلاة والسلام صواما قواما معروف، لكنه إذا سافر أخذ الفرائض ولم يزد عليها غير الوتر والفجر الصلوات في سفره عليه الصلاة والسلام. لكنه إذا حضر يعني دخل المدينة دياله، فإنه حينئذ يعود إلى حاله من التوهج عليه الصلاة والسلام. وحاله المتوهج، حاله الذي فيه الشرة والإقبال على الله، ليس على غلو ولا على شدة، بل على اعتدال وتوازن. فتعلمون حديث الثلاثة رهط، ثلاثة ديال الصحابة جاءوا البيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ومنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لما أخبرتهم السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أخبرتهم كيف كان النبي يعبد ربه عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان ينام الليل ويقوم بعض الليل ويصوم أياما ويفطر أياما أخرى وهكذا. جتهم هاد العبادة قليلة، ما قالوش أدرها قليلة، الحديث فيه فكأنهم تقالوها، لأن قالوا واحد كلام المعنى ديالهم راه جتهم قليلة. وذلك قولهم: ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني قالوا هذاك راه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مفهومه المخالف، يعني المعنى العكسي، هو أن احنا ما تغفرش لنا ما تقدم وما تأخر، إذن علينا أن نضاعف عمل النبي عليه الصلاة والسلام أضعافا كثيرة، سننضبلو العمل ديالو عاد باش نقربوا له. هكذا فهموا. فقال أحدهم، كانوا ثلاثة: أما أنا فأقوم الليل لا أنام، ما عمرو ما ينعس، من ليس الليل عشاء ما كيش الناس تلفجر يقوم الليل. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، ما عمرو ما يكونش نهار فطر، يوميا صايم. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. هذا يدير الإضراب على الزواج، وهي الرهبانية، خدمة ديال الرهبان. فوصل خبرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب لذلك واستدعاهم، وقال لهم فيما قال: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. كتوهموا بأن أنتم يعني بغين توليوا يعني في العبادة ديروا العبادة أكثر من ديالي، ما كيناش العبادة أكثر من ديالي. أما وإني أعبدكم لله، عبادة رقم واحد هي العبادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، وأتقاكم له، وإلى الخوف من الله والتقوى راه ما كاينش اللي قد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن ماذا تريدون؟
من أراد أن يكون أعبد الخلق فليقتدي بأعبد العابدين، ومن أراد أن يكون أتقى فليقتدي بأتقى الناس وأتقى الأنبياء والرسل، لأنه إمام الأنبياء وسيد ولد آدم، كما في الحديث الصحيح قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبغى يدير شي خدمة زايدة على هذا الشيء، راه ما بقاش خدام بالسنة. فقد بالغ في الدين فسيخرج به ذلك إلى الفترات قطعا، ويولي العكس، لأن النفس البشرية لا تطيق فوق ما فطرها الله عليه. النصارى حينما مارسوا الرهبانية من زمان قالوا احنا ما نتزوجوش، صاروا إلى العكس تماما، من عدم الزواج إلى الزنا، يعني هما ظنوا بأنه عدم الزواج يعني غادي يعبدوا به الله، فمن قصد التعبد إلى قصد المعصية، بل إلى الشذوذ الجنسي مما هو منتشر في أوروبا وفي الكنائس بشكل خاص. وهذا الشيء العجيب، لأن مناقضة الفطرة التي فطر الناس عليها، فطرة الله، مناقضة الفطرة الربانية يؤدي إلى معاكسة قصد الشارع. علك تدبز مع رب العالمين، هو دار لك باش تنعس وانت ما بغيش تنعس. واجب عليك أن تستجيب لسنة الله في الخلق وتعبده بمنهج السنة النبوية. هذا الأمر الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإقبال والإدبار في النفس، مرة تجي مرة ما تجيش، الشرة والفترة، دال إذن على أن قطع العهد، تقطع العهد مع الله وتدير العهد مع الله، في أمرين متعلقين بالنفس مغامرة. هذا الشيء اللي دار هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه، اللي أعزم أنه لما تكون معركة مقبلة سيجاهد في الله حق جهاده، وسيفعل وسيفعل وسيفعل، لأن أمر الخير جميعا مرتبط بإقبال. هو لا يدري ولا يضمن، أتكون نفسه كما يحب فعلا ويريد حينما تأتي الفرصة المقبلة، أم تدركه على فترة. عجيب، في زمن أبي بكر الصديق ذهب الصحابة يعودون صحابيا مريضا مرض الموت، واحد من الصحابة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرض في الدار دياله مرض الموت، صافي راه عاطو غادي يموت، وجاءوا بعض الصحابة مشاو لعنده يزوروه، فلما رآهم جعل يبكي، اللي شافهم بدا كيبكي، فقالوا له: أو تبكي من الموت يا فلان، وقد كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان لك وكان لك يدكي وسوه. فقال لهم: أما وإني لا أبكي خوفا من الموت، ولكني أبكي لأنها أدركتني في فترة. النفس في إقبال وإدبار، صدفة الموت في ذلك الوقت اللي كان يعني ما منشطش العبادة دياله، راه قائم بالضروريات، ماشي ترك الصلوات، حاشا، صلواته صيامه كل أمور دياله مريقلة، ولكن ذلك الإقبال الزيادة في الخيرات ذلك اللحظة اللي كان عليها فجة الموت، قطره عيان ما فيه ما يدير هذيك العبادة. وهذا يحدث لنا جميعا، في خطرة تجيك شي ليلة ناشط عندك إقبال للعبادة، وشي مرة كتوجد النفس كسلانة لا تستطيع أن تفعل شيئا واحدا بعد الفريضة. ولذلك قال في الحديث الصحيح: حينما وجد الحبل ممدودا بين ساريتين في المسجد، وليقوم أحدكم نشاطه، فإذا تعب أو كسل فليرقد. واحد مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد في آخره حبلا ممدودا بين ساريتين، حبل مشدود بين جوج سواري، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها، تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه، دير الحبل مشدود بين جوج سواري، كتقوم الليل هي كتصلي لله النافلة قيام الليل، ملي كيبدأ يديها النعاس ولا كتعيا كتشد في الحبل باش ما تطيحش. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: حلوه، حيدوا الحبل من هنا، وليقوم أحدكم نشاطه، فإذا تعب أو كسل فليرقد. لأن تكليف النفس ما لا تطيق سيؤدي بها إلى ترك كل شيء. تتخم أنت إلا كليت واحد الماكلة مما تشتهي، شي ماكلة يعني اللي تخيلها لديدة عندك وتشهاها بزاف، نهار يعطيوها لك بشكل كبير وتأكل منها فوق طاقتك، تنقلب الشهوة إلى عكسها تماما، عكس تماما، تولي تعيفها، يعطيوها لك تبغي ترد للجوف ديالك، ما تقدرش تشمها. وهذا حدث ويحدث للناس،
تلقى عنده واحد نوع من الطعام عزيز عليه شي نهار يبالغ فيه وياكل اكثر من القياس ويمرضه ويضربه من بعد يشمه وخفي الجوع ما كتجيه الشهية عليه بسبب الغلو في الاخذ بالشيء. ولذلك كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن الغلو في الدين والإيغال فيه، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وخذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك الدين الحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس كاليهود يعبدون الدينار والدرهم يبيعوا دينهم بالفلوس، وليس كالنصارى الأقدمين، أما هادو ما بقوش نصارى، كالنصارى الأقدمين كانوا على غلو في التنكر للحياة، قطع العلاقة مع الحياة وبقوا مع العبادة. نحن أمة وسط، نعبد الله بديننا ونعبد الله بدنيانا، هذه الميزة اللي أعطاها رب العالمين هذه الأمة، تأكل الخبز وأنت تعبد الله، تجامع زوجك وأنت تعبد الله، في الحديث المشهور الصحيح وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله وله بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام لما يمشي يزني ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال. وثبت في صحيح البخاري أن الرجل ينفق على أهله ينوي الصدقة فهي له صدقة. كتقولي وخر الله هذه ما دخلت الوليدات هاد الخضيرة ولا هاد الحيمة ولا هاد الفكة وتشريها وانت بديك النية ديال تفرح وليدات، يكتب الله لك بها صدقة كأنك تصدقت بها على فقير أو مسكين. في الصحيح شو رب العالمين شحال وسع على هاد الأمة، يعطيك تاكل انت وليداتك ويحسب لك الحسنات، هذه ما عطيتهاش للبراني، لزوجيك ولأطفالك. فلذلك بهذا الدين السهل سهل طلب الله لنا أن نصدقه صدق صدق. فإذا عزم المؤمن إذن والنفس كما ذكرت تتقلب بين الشرة والفترة على فعل شيء فإنه لا يضمن أيكون على شرة ونشاط أم يكون على فترة وكسل. ولذا قلت مغامرة أنك تقول إلا أعطاني ربي ندير كما يقوله كل الناس، كتقول إلا أغناني الله نتصدق، كثير من الناس أغناهم الله ثم بخلوا ما قدرش يخرج السنتيم. هذا ماشي ذاك الكاذب العادي، راه ما كانش كيكذب لما كان كيقول لا غناني الله نتصدق، لا كان صادقا، ولكن الصدق العادي الاجتماعي، اما الصدق الايماني ما عندوش. علاش؟ لانه علق امرا بنفسه ونفسه بيد الله ليست بيده. هو راه نهار كان مزلوط كانت عنده نيه تصدق، ولكن حينما اغناه الله تبدلت حاله من حيث لا يدري، فوجد ثقلا وصعوبة في إخراج الصدقة. وكثير لو أنني صحيت حينما تكون مريضا، إذا أصبحت سليما معافا وشفيت وبرعت لا أفعلن كذا وكذا، وعمري من ترك صلاة الفجر وعمري من ترك الصلاة في المسجد، ثم يبرئك الله ويشفيك الله وتصلي يوما يومين وتنقطع عن المسجد، هذا ليس بصدق. فهذا المعنى الخاص اللي كنت تكلموا فيه عن الصدق. ولذلك نزلت هذه الآية في حق أنس بن النضر رضي الله عنه حينما جاءت معركة أحد وخرج باقي عاقل على كلامه، هو اللي حصل رأسه في الخير صحيح، ولكن عرف بأنه خصو إما يكون صادق مع الله لأن العزيمة قطع مع رب الكون ماشي مع الدراري، وإما يكون قد كذب مع الله فخرج يقاتل وقد وقعت الهزيمة معركة أحد، نهزموا المسلمين تغلبوا، مات أكثر من 70 صحابي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتلوا جميعا استشهدوا، وجعل يقاتل وينافح وينادي واهن لريح الجنة، يقول راني كنشم الريحة ديال الجنة ويفرح بذلك لأنه صدق الله فعلا بنفسه، والله عز وجل أكرمه بإقبال الخير وإقبال النفس وما خذلوش رب العالمين لأن نيته كانت صافية، لم يخذله ولم يحرمه تلك الرغبة في الشهادة، وجعل يقاتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك ولد عمه يقول فما عرفته إلا أخته الربيع رضي الله عنه، توحد ما عرفوا فينا لأنهم وجدوا فيه أكثر من 80 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، شتت ما بقاش معروف الملامح ديال وجهه ما بقاش معروفة بسبب أنه كان يقتحم العدو يدخل في وسط العدو فيتلقى الضربة من اليمين والشمال والأمام والخلف ويقاتل، وقتل ما شاء الله أن يقتل من الكفار، ثم قتل بعد أن أذخن جراحا طيبوه بالجروح.
عرفتو اختو من خاتم عنده في البنان ديالو في الصباع ديالو. فنزل قوله عز وجل من المؤمنين، ماشي كلهم، من بعضهم، نوع رفيع عالي، تخصيص من المؤمنين رجال، وذكرها على سبيل التنكير ناكرة. والتنكير في الأصل يفيد التقليل، وقد يفيد التكثير لقرينة تخرجه عن التقليل إلى التكثير. رجال قلال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان بينوا بين الله هذاك الشيء. فمنهم من قضى نحبه الذي قتل شهيدا أو مات، ومنهم هذا الرجل الذي تحدثنا عنه، وغيره من الشهداء الذين قتلوا في أحد، ومنهم من ينتظر لما اكتبلوش الله الشهادة في أحد إلى بعد، كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكثيرون آخرون ينتظرون الأجل، ولكنهم كانوا من الصادقين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. العزيمة باش بدأ بها مع الله كمل بها مع الله. هذا الصدق هو الذي طلبه الرب الكريم من المؤمنين، وقال لهم جعلنا الله من خيرتهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى ما كيتكلمش مع الكفار ولا مع المنافقين، كيتكلم مع المؤمنين، كيقول لهم كونوا مع الصادقين. واش المؤمن يكذب؟ قالت والمؤمن يكذب؟ قال لا. في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ما يكذبش، يعني في الأمور العامة الاجتماعية ما يكذبش، ماشي الكذب من الإيمان، ليس من الإيمان. فإذا المؤمن لا يكذب، فكيف يقول لهم الله عز وجل وكونوا مع الصادقين؟ هذو الصادقين من الدرجة الثانية، من الدرجة العالية. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين بإيمانهم بصفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف هالتعبير القرآني كيفاش داير، سبحان الله. دمنا نشرحه، نحاول نبسطه. كان ممكن يكون التعبير في العربية وليس في القرآن، كونوا من الصادقين، ماشي مع، من الصادقين، وصحيحة عربية هذه من ناحية صحيحة، كون من هادو، ولكن قال وكونوا مع، لأن المعية فيها معاني الصحبة والرفقة والقدوة والتربية. معية كون معاه باش يطليك بالأخلاق دياله والصفات دياله ويشجعك، وهو مقتضى الحديث الصحيح المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. لما تكون مع أخوك كيقويك وتقويه، معية مصاحبة تعاون على الخير. لما كتكون جماعة سكنة في الحومة وكيمشيو كاملين للجامع، كتلقى قوة باش تخرج للفجر. لما كتكون ساكن بوحدك كتعجز. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذه المعية كتربيني ونربيك، فأنا أعتقد أنك خير مني. نقول هذاك فلان أحسن مني، كينوض تبارك الله عليه، حشومة نكون أنا أقل منه. وهذا المعنى راه ماشي خيب. شحال واحد كيجي الوسواس يقول له هذا نفاق ورياء، كلا، بل هذا هو اللي فيه التنافس على الخير. تنافس، نحاول نسبقه ويحاول نسبقني. الجمع غير دير عليه هذا الشيء، هذا تنافس في الخير وعلى الخير، ليس برياء. بل إبليس يوسوس لك من أجل أن يقعدك ويثبطك في منزلك. أنا كان أعتقد بأن أنت خير مني، وأنت تعتقد بأنني خير منك، وهكذا. واحد كيكون قدوة لأخر. فهذه المعية تربية، كانوا اللي نشوف فيك باش نأخذ منك، تربية معك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع، مع الجماعة، مع، ولكن جماعة ديال من؟ جماعة الصادقين، مع الصادقين، لأن معية الصادقين لك تجعلك منهم هذه الساعة، من أدخلك معهم. ففي البداية الإنسان يكون مصاحبا ولا يكون منهم في البداية، وبمع تصبح من، تولي واحد فيهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ذاك الحديث ديال الملائكة لما نزلوا لمجلس الذكر وشافوا الناس جالسين كيذكروا الله وطلعوا الخبر لرب العالمين وهو عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، فالقصة طويلة، فرح الرب بعباده، والرب سبحانه يفرح بتوبة العبد كفرح أحدكم حينما يجد ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذوك الناس اللي مجتمعين على ذكر الله أني غفرت لهم. فقال أحد الملائكة يا ربي معهم فلان، إنما جاءت به حاجة. هل شي واحد كانوا يكونوا في المجلس ديال الذكر وهو عنده الغرض بفلان، وجا دقوا عليه في الدار ما لقاش، قالوا له ديرها في الجامع
وهو خصو معاش يبيع وشريه وجاي يجلس كيتسناه هو غير ما عنده غرض هو لا بالذكر ولا بالقران ولا بالعلم ولا بالموعظه عنده الغرض فلان فوقاش يخرج من هذه الجماعه باش يشد من عنده مصلحته ولا يدير معاه الشغل ديالو ولا يقضي معاه بيع وشريه ديالو راه يتسناه ولكن لان الضروره جابته جلسته في ديك الجماعه خايف يفلتلو حاضيه فرب العالمين حتى هو غفر له معاهم قالوا ليه الملائكة يا ربي هذاك راه كاع ما جاي لهذا الغرض قال له هذوك الناس طيبين اللي جالس معهم بركتهم كتوصلوا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم لك هو كان غير معه ماشي منهم ليس منهم معهم معي راه جالس معهم ولكن ليس منهم فجعله الله منهم وإن لم يكن منهم اتقوا الله وكونوا مع غير تصاحب مع مول الخير راه يولي فيك الخير وكونوا مع الصادقين حتى يعني هذا تفسير طبعا وليس قرآنا حتى تكون من الصادقين فيما بعد ولذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لتكون منهم كن معهم أولا وذلك منهج قرآني رباني لتربية النفس وطبعا الإنسان إذا كان مع الكاذبين صار من الكاذبين وخا أنت ما كتكذبش ولكن صاحب الكذبة كن معهم تكون منهم والحكمة القائلة المشهورة أخبرني من تصاحب أقول لك من أنت واضح هو هذا مع من صاحب نقول شكون أنت فالله جل وعلا أمرنا بالترقي طلب منا العالي ما طلب مناش العادي طلب منا العالي في الدين من أجل أن نكون من الصادقين طلب منا أن نكون مع الصادقين ولذلك كان التنافس في الخير على الخير وطلب منا الأحسن والأجود ولكن على منهج السنة مش بالغلو على منهج السنة الأجود والأحسن هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن والأحسن هو الأكثر اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا هو الأحسن والأجمل والأكمل معنى الصدق إذن بهذا الشكل ما كيجيش للنفس بين عشية وضحى ما يمكنكش تقول واحد اللي لا غدا غادي نكون حتى أنا من هذا النوع من الصادقين وتصبح منهم لا يمكنك أن تكون صادقا بالمعنى العام ما تكذب شيء في الأمور الاجتماعية هذا ممكن وبسيط لمن وفقه الله إليه وسهله عليه ولكن الآخر يحتاج إلى مجاهدة خصك واحد الخدمة أيام وربما أشهر وأنت تترقى وكتربي راسك باش تكون من الصادقين بهذا المعنى الرفيع العالي لتكون من المؤمنين لتكون من الرجال الذين هم فئة محصورة وليسوا كثيرة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه واحد الأعرابي جاء واحد المرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله جاي من البادية عروبي جاي من البادية لعند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول له لقد زعم رسولك أن الله قد بعثك إلينا وجعل يعدد أركان الإسلام لقد زعم رسولك أن الله أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة لقد زعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان لقد زعم رسولك أن الله فرض علينا صدقة في أموالنا إلى آخر أركان الإسلام الحج وما تفرع عن ذلك والتعبير هذا ما مقدمش بدوي ما عنده أدب وراه مسلم ماشي كافر كيقول هذاك اللي صفت لنا الرسول ديالك رسول رسول الله وراك يتكلم الآن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل صحابيا إليه صفت لهم واحد الصحابي يقول لهم هاد الدين ديالكم كيدير وجاي كيقول له راه هذاك الرسول اللي صفت لنا يزعم زعما كيقول يمكن يكون كذب يمكن يكون صحيح يدعي وهذا طبعا في منتهى تشكيكي في الدين كيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل جملة صدق لقد صدق هذاك الشيء اللي قال لكم راه صحيح رانا أنا صفته قلت له هذاك الكلام لقد صدق لقد صدق تكمل هو عود هذاك العربي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله خاطبك وأرسلك إلينا بقي عود كيشكك في النبي صلى الله عليه وسلم براسه قال له نعم الله عز وجل بعثني إليكم فجعل يعدد أركان الإسلام نفس الأسلوب كيقول له في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج حتى أقر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذلك وأثبته له بالتأكيد فقال له الأعرابي والذي بعثك بالحق هو خطب دابا بالإيمان والذي بعثك بالحق لأفعلن ذلك لا أنقص ولا أزيد ما نقص من هذه الفرائض ولكن ما نزيد شي سنتيم ولا نافلة واحدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفلح إن صدق والحديث متفق عليه كاين في البخاري وفي مسلم أفلح إن صدق ماشي الصدق هنا بمعنى ضد الكذب لما كيكذبش عليا لا
هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم صادق الصدق العام باين، والذي بعثك بالحق يحلف له لا أفعلن ذلك لا أنقص ولا أزيد. ولكن الصدق إن صدق في فرائضه مع الله، لأن الفرائض في الحقيقة ما تكفيش الإنسان، علاش ما تكفيش؟ ولذلك كاين النوافل، ما تكفيش لأن الإنسان ضعيف، ضعيف بحيث يصلي الفريضة نعم، ولكن كم من فريضة صليتها فعلا بعقل متدبر وبقلب حاضر؟ شحال من الصلوات كتصلي مع الإمام تاك يقول السلام عليك تقول واه كمل بعدها، وانت فين كنت؟ إذن ما كنت تصلي. لولا النوافل لكانت القضية مشكلة. ولذلك حينما يحاسب العبد يوم القيامة يحاسب أول ما يحاسب عن الصلاة، فإذا انتقص منها شيئا قال الرب انظروا في نوافل عبدي، أو هل لعبدي من تطوع. لما كتلقى الفريضة ديالك ناقصة الظهر الفلاني والعام الفلاني ولا السنوات كذا، رب العالمين كيقول لهم شوفوا واش عنده التطوع واش عنده النافلة، هزوا من النافلة خذوا من نوافله وردوا على فرائضه. كيهزوا لك من النافلة ويعتبروها لك فريضة وردوا لك الفريضة باش يرقعوا لك داكشي اللي خاصك في الفريضة. فصارت النوافل إذن ضرورية بهذا المعنى، ماشي وجبة، ولكن إلا أنت قد براسك وقد الفرائض ديالك 100% ولا تديرش النوافل. ولذلك قال له أفلح إن صدق، وفي رواية أخرى صحيحة داخل الجنة، ولكن بشرط إن صدق نهار يقول الله أكبر فقد قالها صدقا. ولكننا نكذب، ماشي الكذب الاجتماعي العام، لا نكذب أي أننا لا نكون صادقين بالمعنى التعبدي. ما الدليل على ذلك؟ كثير لما تصلي ويشرد بالك ويتيه فكرك، مشي راك تحل المشاكل ديالك في الصلاه، راك تبيع وتشري في الصلاه، غادي ندير وغادي ندير القضيه الفلانيه والصفقه الفلانيه، كذبت. لماذا كذبت؟ لما دخلت في الصلاه قلت الله اكبر، ما معنى الله اكبر؟ اكبر من التجاره، اكبر من المال، ودعت الدنيا والتراب واقبلت على رب التراب، ثم غير ما كملش ثانيه وليت للحانوت. إذن هذا ليس بصدق، لأنك أنت أقررت، أنت شهدت على رأسك الله أكبر، يعني فضيت من الدنيا أكبر من كل شيء ثم تعود إليه. وليش قلتها؟ ولذلك قال أفلح داخل الجنة إن صدق، إن صدق في إيمانه شهادة لا إله إلا الله. ومن منا يصدق على التمام والكمال فيقر بالتوحيد الكامل الأكمل، فلا يخاف انقطاع رزقه بتهديد الناس، ولا يخاف انقطاع رزقه بإغلاق دكانه للجمعة وللصلاة. لما تجيك الوسواس يقول لك إلا ما بعدش نهار الجمعة ولا فوقت الصلاة عدد ديال الكليان يهربوا ليا، هذا إذن خرمون في شهادة أن لا إله إلا الله. رأى المشكلة ماشي غير في الجمعة، تما المشكلة في كونك قد شهدت أن لا إله أي لا معبود ولا محبوب ولا مرغوب ولا مرهوب إلا الله. ما نعبد غير الله، ما نحب غير الله، ما نخاف غير من الله. إذن خيف رزقك يمشي لك منين؟ حب المال وقد تعارض المال مع إرادة الله فقدمت المال على إرادة الله، هذه الشهادة ناقصة، ناقصة ليست على كمالها وتمامها، ماشي راك كفرت لا، ولكن الشهادة ديالك ناقصة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كفر العملي، شابه الكفار بعمله، فكأنه كأنه منهم وإن كان محسوبا على المسلمين. إذن ينخرم دينك عقيدة وعبادة لا تكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أفلح إن صدق، إن صدق في شهادته، إن صدق في صلاته، إن صدق في صومه، إن صدق في زكاته، إن صدق في حجه، إن صدق في بره كله كان من أهل الجنة. إذا استطاع الإنسان يشد الفرائض بقوة وبصدق، إذا أقبل على الفريضة فقد ودع التراب، ولم يراعي فلانا ولا علانا، ولا أحب أن يسمع أنه تصدق وزكى، ولا أحب أن يعرف أنه حج فينتشر الخبر بحجه. إذن ما أنت من الصادقين؟ حججت لمن؟ تصدقت لمن؟ صليت لمن؟ صمت لمن؟ الصدق مقام عال رفيع يحتاج إلى عمل، خدمة، خدمة باش تكون من الصادقين. الليل والنهار لا تفطر، ولكن كيف العمل؟ ماشي يعني تكتر من الصلوات والصدقات والزكوات، لا تكتر
من الإقبال النفسي والتفريغ والتفرغ القلبي لله الواحد القهار في كل خطوة تخطوها إلى العبادة. ما بغي تدير شي عبادة حبس، حقق النية من جديد. هل أنا أريد الله ورسوله؟ هل أنا أريد الله والدار الآخرة؟ أم أريد أيضا أن يعرف موقع قدمي وآثر فعلي في الناس؟ حقق ذلك، نقض للصدق. فواجب عليك أن تراجع نفسك قبل الإقبال على الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، تبقى حاضر من بداية العمل وانت في العمل، لأنك تجي المقاصد الطارئة الشيطانية. راك درت النية مزيانة، يقع أن الإنسان دار النية صفها مزيان ولكن هو خدام، شي واحد داز عليه قال له الله يعطيك الصحة وكذا وشكره، هو عجبه الحال، ها هو عاود بغى يدخلك من جهة أخرى، رد بالك. فهذا من تلبيسات إبليس، بل تواضع لله ابتداء وانتهاء، وكلما شكرت على فعل طالع نعمة الله غادي تقضي عليك. ما معنى طالع نعمة الله؟ لما يقولوا لك الناس راك درت ودرت ودرت من الخير والصلاح ومدحت بصلاتك أو بصومك أو بصدقتك، انظر إلى حق الله عليك، شوف حق الله عليك قداش، ستجده كبيرا جدا، أكبر من الجبال، ويبان لك الفعل ديالك صغير حلنا موسى، وتعرف بأن هذوك الناس اللي قالوا هذاك الكلام مصايقين خبر. ولذلك بنادم عادة كيقول الله يستر العيب، لأن العيب ما عرفه غير مولاه. فمن هنا إذن واجب أن تقرن فعلك بفعل الله. الله خلقك، لو جمعت عمرك كله عبادة وانقطاعا وتبتلا ما استطعت أن ترد من الشكر لله عز وجل على خلقه ولا طرفة نظر، غير شوفة واحدة من الشوفات تشوفها في الدنيا وتغمض، ما تقدرش تشكرها بعمرك كامل. لو وجدت شخصا أكماها أعمى، تزاد عمى من كرش مو الأكمة، وعطيته فرصة أنه يشوف واحد شوفه ويعود التعمى، غير يشوفه واحدة يحلها في الدنيا يشوف كيفاش دايره الدنيا ويغمض صافي يعود عمى، لما قدرت بثمن يخلص ذاك الشيء اللي بغى اللي بغيت، ما يقدرش يخلصها لك، لأن هذيك شوفه اش غادي تعطيه؟ غادي تعطيه معلومات لا سبيل له إلى الوصول إليها إلا عبر تلك اللقطة ديال النظر، يشوفها يعرف الألوان. ناس كيحكيوا ليه على الأحمر والخضر والقوقي والبرتقالي والصفر والكحل والبيض، يشرحوا ليه حتى عياو، عمرو ما يعرفهم لأن عمرو ما شافهم حتى يموت، عاد يعرف الألوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذاك اللي ابتلاه الله بالعمى تعمى، ولكن شاف صغره فرق كبير بينه وبينه وبين ذاك اللي عمرو ما شاف، فرق ما بين السماء والأرض. شوف النعمة ديال البصر، غريب غريب. هاد الأيامات شفت واحد المؤمن، رجل مؤمن كان عارفه كيصلي في المسجد لا يسجد، كيقدرش يسجد مسكين مريض، قلت شو سبحان الله راتي على نعمة عطينا ربي تعالى، كتمد ظهرك وتسجد بالراحة ديالك وتشعر باللذة ديال السجدة. لو حرمك الله من عبادته على كمالها وتمامها فين غادي تلقاها؟ فلا تستطيع إذن أن تشكر الله ولو على طرفة نظرة، ولا على خطوة، ولا على حركة أصبع، تحرك صبعك حركة فيها من الفوائد للبدن وللعمل ما لا يعرفه إلا الذي قطع له أصبع. عندك يعرف القيمة ديال داك الصبع اللي مشى، وكم من المصالح تضيع بفقده شيئا من قدرته وشيئا من نعم الله عليه. هذا فيما يتعلق باللي أعطاك الله في الدنيا، لأن هذا الشيء كله ديال الدنيا، الصحة والمال كل شيء غير الدنيا. فكيف إذا نظرت إلى ما أعطاك الله من الهداية، أعطاك الإسلام وكان يمكن أن تولد ليهودي ويهودية، وكان يمكن أن تكون ابنا لنصراني ونصرانية أو مجوسي ومجوسية، وربي كرمك اصطفى نفسك لتكون وليدة مسلمين باش تزاد بلاد المسلمين من عند المسلمين، أي نعمة أفضل من هذه بعد؟ لا تستطيع إذن إلا أن تكون عبدا. فانظر إلى ذلك كله وغيره كثير، انظر العمل ديالك صفر عمل ديالك، وكون كيما بغيت تكون. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح، لا أحد يدخل الجنة بعمله، كيش لا تدخلوا الأعمال ديالو الجنة؟ إلا درنا الأعمال ديالك وديال أي واحد في كفة والنعمة ديال مولانا في كفة، الأعمال ديالنا غادي تطير ما تبانش. على ما كتبغي توزن شي حاجة فيها ربعة ودير لها خمسة كيلو، ماشي خمسة كيلو كتهبط، لا هذيك الربعة كتطير في الهواء. فلا وجه للمقارنة، هذا الحماق، لا وجه للمقارنة بين عملك وبين ما ينبغي أن يكون عليه عملك.
ولا بين ما ينبغي أن يكون عليه عملك وبين نعمة الله، لأن نعم الله لا تحصى وعملك محصي محسوب. عملك، عملك فيه عمر محدود، عمر محدود هذا العمل ديالك، ونعمة الله لا تحصى، لأن نعمة الله عز وجل ما مرتبطش بالعمر، مرتبطة بالله عز وجل. والله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هنا إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله وإياكم برحمته سبحانه وتعالى. الذي يحبه الرب منا أن نعمل جهدنا، دير جهدك، ما تكلفش فوق الطاقة ديالك، لأنه سبحانه وتعالى عليم بأنك ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف، وطلب منك على طاقتك، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما كاينش فوق الطاقة، ولكن طلب منك الصدق. الصدق: إن صليت فصلي، وإن صمت فصم، فكثير ممن يصلي لا يصلي، وكثير ممن يصوم لا يصوم. هذا المشكل. عمل أعطيته لله وأعطيه له كامل، ما تعطيهش طرف وطرف، تعطيه للناس أو للشيطان أو للهوى. فالله لا يقبل منك إلا العمل الخالص وتحقيق الإخلاص، وسيلته الصدق. هذه الأداة ديال الطريقة باش توصل الإخلاص، الصدق. فوجب أن تعلم نفسك وتدرب نفسك حتى تكون مع الصادقين، ثم من الصادقين. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا والمؤمنين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ برحمتك ربنا أن تخالف أفعالنا أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من التسميع، ونسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك الصدق في الإقبال عليك، ونسألك الإخلاص في عبادتك لك وحدك لا شريك لك. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.